دلوقتي ميعادنا مع أسئلة حضراتكم. الأسئلة اللي بتجيلنا وبنستقبلها على صفحة البرنامج بيكون ليها رد مع الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة. برحب بيك يا دكتور، أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذ ريهام، إزيك؟ الحمد لله. والنهاردة هيشاركنا في الحوار دكتور عبد الهادي من ألمانيا، الدكتور حسين عبد الفتاح طبيب أمراض البطنة بمقاطعة مونستر الألمانية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. هبدأ مع حضراتكم يعني دكتور عبد الهادي، والأسئلة اللي جاية لنا النهاردة كتيرة شوية ويمكن فيها أسئلة متشابهة نوعا ما، فهبدأ مع حضرتك بالتقييم العام للموقف الحالي بالنسبة للتصدي لمرض كورونا وعملية التعامل من قبل المواطنين مع المرض بأخذ الاحتياطات اللي مطلوبة. هل بقت على القدر الكافي والمسؤول؟ لا، أنا أسأل دكتور عبد الهادي، أخذ رد فندم وبعدين ناخذ ردك دكتور حسين. تمام. الحقيقة أنه انا بشوف انه في ناس كتير في الاماكن الشعبية والنائية واللي فيها ايضا القرى الصغيرة، أيوة، ما واخدين الموضوع ببساطة شديدة جدا وبيتصرفوا للأسف بسلوكيات مش صح. للأسف. دي اول حاجة، اول ملاحظة انا بقولها. تاني ملاحظة انه بدأ يحصل نوع من العدوى للأطباء، ودي نقطة مهمة جدا، وأتمنى أن كلام الدكتور حسام يكون نفذ بالفعل، لأنه لغاية امبارح كان اللي بيتعب من الأطباء في القصر العيني بيودوه لمستشفيات تبع وزارة الصحة. فأتمنى أن كل مستشفى جامعي توفر منطقة أو يعني زي وورد أو عنبر للحجز بالنسبة لأطبائها، لأن دول الناس اللي بيخدموا الناس طبعا، فهم أول ناس لازم يتخدموا. فدي نقطة في غاية الأهمية، أتمنى أنه الكلام اللي قاله الدكتور حسام يكون بالفعل تنفذ بالنسبة للأطباء اللي أصابهم العدوى.